الولاية الخرطوم النسبة 98%. عند رجوعنا لشهادة الأساس لهذه الطالبة وجدناها امتحنت من مدارس الموهبة والتميز. لابد أن نذكر هذه الحقيقة، لابد أن نهتم بمدارس الموهبة والتميز. سعادة الوالي، الطالبة الثانية براءة إسماعيل محمد أحمد، براءة إسماعيل محمد أحمد، المدرسة فرري الحكومية بنات الولاية الخرطوم، نسبة النجاح 97.9. الطالب الثالث أحمد صهيب إبراهيم بلة، أحمد صهيب إبراهيم بلة، المدرسة أبو زر الكود الخاصة بنين الولاية الخرطوم، نسبة النجاح 97.7. الطالب الرابع مشترك نون الفاتح عزمي علي، المدرسة بحر الجديد الحكومية بنات، نسبة النجاح 97.6. الرابع مشترك وائل إبراهيم بدوي غريقان، وائل إبراهيم بدوي غريقان، المدرسة بشير محمد سعيد بنين الولاية الخرطوم، نسبة النجاح 97.6. السادس مشترك عزة عبد الباقي نور الدايم محمد، المدرسة الزمالك الخاصة بنات مدني الولاية الجزيرة، نسبة النجاح 97.4. الطالب السادس مشترك علا محمد نصر الدين محمد، مدني النموذجية بنات الولاية الجزيرة، نسبة النجاح 97.4. الطالب الثامن مشترك أوليفار صلاح عمر أبو عنجة، أوليفار صلاح عمر أبو عنجة، المدرسة رواد المجد الخاصة بنين الولاية الخرطوم، النسبة 97.3. الطالبة الثامنة مشترك ريلة حيدر عبد الرحمن مبارك، المدرسة بحر الجديد الحكومية بنات الولاية الخرطوم، النسبة 97.3. الطالب الثامن مشترك فاطمة كرار السر كرار، المهندس الخاص المشتركة المعيلك الولاية الجزيرة، النسبة 97.3. الطالب الثامن مشترك مؤثل هشام محمد عبد الحليم حاتم حسين، المدرسة المنارة الجديدة الخاصة بنين الخرطوم الولاية الخرطوم، نسبة النجاح 97.3. الطالب الثامن مشترك مأوى بشرى رابح حامد، المدرسة النجاح الخاصة بنات الأبيض الولاية شمال كردفان، نسبة النجاح 97.3. الطالبة الثامنة مشترك إسراء فضل السيد أحمد محمد، المجلس الأفريقي الخاص بنات بورتو سودان البحر الأحمر الولاية البحر الأحمر، نسبة النجاح 97.3. ننتقل إلى الأخ ساري لمتابعة بقية الأوائل. 14 مشترك فاطمة إدريس عبد الحميد علي، مدرسة الخضراء الخاصة بنات الخرطوم الولاية الخرطوم، النسبة 97.1. 14 مشترك عبد الكريم عبد القادر عبد الكريم عمر، المدرسة أبو ذر الكود الخاصة بنين الخرطوم، نسبة النجاح 97.1. 14 مشترك
مآب محمد عبد القادر المأمون، مدرسة امتداد حلة كوكول حكومية بنات، الولاية الخرطوم، نسبة النجاح 97.1، 17 مشترك. هند محمد محمد أحمد عبد القادر، المدرسة مدني نموذجية بنات، الجزيرة، نسبة النجاح 97%، 17 مشترك. القاسم محمد الأمين هاشم الشريف، مدرسة يوسف الدقير الحكومية بنين، الولاية الخرطوم، نسبة النجاح 97%، 17 مشترك. عبد الرحمن خلف الله الأمين خلف الله، السفارة السودانية بنين الرياض خارج السودان، نسبة النجاح 97%، 17 مشترك. مروان عبد العاطي عيسى عثمان، مدرسة المنارة الجديدة الخاصة بنين، الولاية الخرطوم، نسبة النجاح 97%، 17 مشترك. دعاء كمال حمدن الله أحمد، مدرسة أبو ذر الكود الخاصة بنات الخرطوم، نسبة النجاح 97%، 17 مشترك. شوقي إبراهيم آدم سعيد، مدرسة بشير محمد سعيد بنين، ولاية الخرطوم، نسبة النجاح 97%، 17 مشترك. رغد أحمد المبارك الطيب، مدرسة المنار الجديدة الخاصة بنات، ولاية الخرطوم، نسبة النجاح 97%، 24 مشترك. هديل أنور محمد علي فضل الله، مدرسة المنار الجديد الخاصة بنات، ولاية الخرطوم، نسبة النجاح 96.9%، 24 مشترك. عثمان عبد العظيم محمد محمد أحمد، المدرسة الكرد المشتركة، الولاية نهر النيل، نسبة النجاح 96.9%، 24 مشترك. محمد مأمون إبراهيم الشيخ، مدرسة الفتح الخاصة بنين، ولاية الخرطوم، نسبة النجاح 96.9%، 27 مشترك. حمدون صلاح حمدون البدوي، مدرسة أبو ذر الكود الخاصة بنين، ولاية الخرطوم، نسبة النجاح 96.7%، 27 مشترك. منى عاصم محمد علي بابكر، مدرسة البقعة الحكومية بنات أم درمان، ولاية الخرطوم، نسبة النجاح 96.7%، 27 مشترك. أحمد محجوب بخيت محجوب، مدرسة يوسف الدقير الحكومية بنين، ولاية الخرطوم، نسبة النجاح 96.7%، 27 مشترك. ملاذ آدم إدريس إبراهيم، المدرسة بحر الجديد الحكومية بنات، ولاية الخرطوم، نسبة النجاح 96.7%، عبق 27 مشترك. عبق جمال حسب الرسول الصديق، المنار الجديد الخاصة بنات، ولاية الخرطوم، نسبة النجاح 96.7%، 32 مشترك. سماح طارق محمد فضل المولى، مدرسة المنارة الجديدة الخاصة بنات الخرطوم، ولاية الخرطوم، نسبة النجاح 96.6%، 32 مشترك. محمد رضا يونس مالك أبكر، مدرسة البروفيسور عبد الله الطيب للموهبة والتميز الخرطوم، نسبة النجاح 96.6%، 32 مشترك. ماجد الدين الصادق مالك، مدرسة المجلس ذات النطاقين الخاصة بنات، ولاية الخرطوم، نسبة النجاح 96.6%، 32 مشترك. ريان محمد حسب الله النعيم، مدرسة أبو ذر الكود الخاصة بنات، ولاية الخرطوم، نسبة النجاح
96.6 32 مشترك مهجة محمد حسن إسماعيل مدرسة أبو ذر الكود الخاصة بنات ولاية الخرطوم نسبة النجاح 96.6 32 مشترك رغد شمس المعارف تايلا أحمد مدرسة الجهاد الخاصة بنات الخرطوم ولاية الخرطوم نسبة النجاح 96.6 32 مشترك فوزية أسامة الفاتح علي مدرسة إدريس الخاصة بنات أم درمان ولاية الخرطوم نسبة النجاح 96.6 32 حرم عثمان مختار العبد مدرسة عثمان مختار الخاصة بنات كرري ولاية الخرطوم نسبة النجاح 96.6 40 مشترك محمد علي حمد بابكر مدرسة يوسف الدقير الحكومية بنين الولاية الخرطوم 96.4 40 مشترك إسراء فتحي محمد وقيع الله مدرسة كرري الحكومية بنات الولاية الخرطوم 96.4 40 مشترك لينا محمد صديق حسن مدرسة الشيخ حمد بنات عطبرة الولاية نهر النيل 96.4 40 مشترك براءة عبد الباري سعيد أتليب مدرسة أبو ذر الكود الخاصة بنات الولاية الخرطوم 96.4 40 مشترك أيمن محمد الحاج عوض الصيد المدرسة المنارة الجديدة الخاصة بنين الخرطوم الولاية الخرطوم 96.4 40 مشترك عبد الله محمد آدم محمد مدرسة الشهيد قصي حمدت بنين الولاية الخرطوم 96.4 40 مشترك نون طيب الأسماء أحمد محمد مجلس الأفريقي جويرية بنات الولاية الخرطوم 96.4 40 مشترك يهدين محمد الأمين عبد المنعم مصطفى المدرسة المنارة الجديد الخاصة بنات الخرطوم الولاية الخرطوم 96.4 40 مشترك فاتن عارف سيد أحمد عبيد مدرسة المنار الجديد الخاصة بنات الخرطوم الولاية الخرطوم 96.4 40 مشترك مازن طارق محمد عثمان القاضي مدرسة بشير محمد سعيد بنين الولاية الخرطوم 96.4 40 مشترك دعاء فيصل مصطفى طه مدرسة الخرطوم الحكومية بنات الولاية الخرطوم 96.4 40 مشترك إسراء عصام الدين محمد أحمد الطيب الولاية المدرسة عائشة بخيط الخاصة بنات مدني الولاية الجزيرة 96.4 52 مشترك تيسير بشير السماني آدم المدرسة الخرطوم الحكومية بنات الولاية الخرطوم 96.3 52 مشترك سجع عادل حسين صلاح مدرسة المنار الجديد الخاصة بنات الخرطوم الولاية الخرطوم 96.3 52 مشترك محمد إبراهيم عبد الرحيم عبد المحمود مدرسة الشهيد قصي حمدت بنين الولاية الخرطوم 96.3 52 مشترك مرافي حسن محمد عبد الحميد مدرسة الأساتذة الخاصة بنات الخرطوم 96.3 52 مشترك تبيان أحمد عبد الله الصديق مدرسة كرري الحكومية بنات الولاية الخرطوم 96.3 52 مشترك محمد عاصم عوض الشيخ مدرسة الشروق الخاصة بنين الدمازين الولاية النيل الأزرق 96.3 52 مشترك ملاذ مصطفى عمر حسين مدرسة الأضواء الخاصة بنات الولاية الخرطوم 96.3 52 مشترك رزان بدوي محمد حاج مدرسة امتداد حلة كوكو الحكومية بنات الولاية الخرطوم 96.3 60 مشترك
مرافي طه محمد شريف، مدرسة المستقبل الخاصة بنات شرق النيل، الولاية الخرطوم 96.1، 60 مشترك هبة بدر الدين حماد رزق الله، مدرسة البقعة الحكومية بنات أم درمان، الولاية الخرطوم 96.1، 60 مشترك صباح هيثم مبارك الماحي، المدار الخاصة بنات كسلة، الولاية كسلة 96.1، 60 مشترك ولاء صلاح الدين محمود عبد الرحمن، مدرسة الشارقة الخاصة بنات، الولاية الخرطوم 96.1، 60 مشترك مروة مروان التجاني الطيب، مدرسة أبو ذر الكودة الخاصة بنات، الولاية الخرطوم 96.1، 60 مشترك ربا يوسف محمد البكر، مدرسة المنار الجديدة الخاصة بنات الخرطوم، الولاية الخرطوم 96.1، 60 مشترك لينا عبد الرحمن محمود إبراهيم، المدرسة المنار الجديد الخاصة بنات الخرطوم، الولاية الخرطوم، النسبة 96.1، 67 مشترك مزعب أحمد البشير أحمد، المدرسة بشير محمد سعيد بنين، الولاية الخرطوم، النسبة 96%. 67 مشترك لدن مالك مرغني مكي، المدرسة الخرطوم الحكومية بنات، الولاية الخرطوم، النسبة 96. محمد أبو بكر عبد السلام الشريف 67 مشترك، المدرسة مدني الأميرية بنين، الولاية الجزيرة، النسبة 96. 67 مشترك بتول علي سيد علي، الفتحة الخاصة بنات الخرطوم، الولاية الخرطوم، النسبة 96. 67 مشترك علاء الدين النور إسحاق إبراهيم، المدرسة كوثر المجتبى الخاصة بنين، الولاية الخرطوم، النسبة 96. 67 مشترك خديجة عبد العال عبد العزيز الشناوي، المدرسة أبو ذر الكودة الخاصة بنات، الولاية الخرطوم، النسبة 96. 67 مشترك صفاء محمد إبراهيم محمد، المدرسة تنبول بنات، الولاية الجزيرة، النسبة 96. 67 مشترك أحمد محمد يحيى أحمد، المدرسة المنار الجديدة الخاصة بنين الخرطوم، الولاية الخرطوم، النسبة 96. 67 مشترك عبير عبد الباقي الصديق يوسف، المدرسة القضارف النموذجية بنات، الولاية القضارف، النسبة 96. 67 مشترك مزدلفة السعودي الحاج رابح، المدرسة كرر الحكومية بنات، الولاية الخرطوم، النسبة 96. 67 مشترك وجن طارق أحمد فتح الرحمن، المدرسة زايد الخير الخاصة بنات، الولاية الخرطوم، النسبة 96. 67 مشترك محمد ضفع الله محمد الخير إبراهيم، المدرسة أبو ذر الكودة الخاصة بنين، الولاية الخرطوم، النسبة 96. 67 مشترك
زهرة عمار عبد اللطيف جبارة، جبار طلة. المدرسة امتداد حلة كوكو الحكومية بنات، الولاية الخرطوم. النسبة 96. 80 مشترك. مسامح النور بلة حسين. المدرسة النيل الأبيض الخاصة المشتركة الدويم، الولاية النيل الأبيض. النسبة 95.9. 80 مشترك. وائل معتز مضوي آدم. المدرسة أبو ذر الكود الخاصة بنين، الولاية الخرطوم. النسبة 95.9. 80 مشترك. صفاء الطيب مصطفى عبد الله. المدرسة الأضواء الخاصة بنات، الولاية الخرطوم. النسبة 95.9. 80 مشترك. أيوب مختار أيوب إبراهيم. المدرسة رواد المجد الخاصة بنين، الولاية الخرطوم. النسبة 95.9. 80 مشترك. مها ماهر حمزة الأغبش. المدرسة دكتور مكي الطيب الخاصة بنات، الولاية الجزيرة. النسبة 95.9. 80 مشترك. محمد عصام الدين عطية موسى. المدرسة المنارة الجديدة الخاصة بنين، الخرطوم، الولاية الخرطوم. النسبة 95.9. 80 مشترك. أنفال كمال الدين أحمد عوض الكريم. المدرسة الكلاكل الجديدة بنات، الولاية الخرطوم. النسبة 95.9. 80 مشترك. ياسر الهادي النور إبراهيم. المدرسة الإبداع الخاصة بنين، الحاج يوسف، الولاية الخرطوم. النسبة 95.9. 80 مشترك. محمد عبد الملك محمود إبراهيم. المدرسة الإبداع الخاصة بنين، الحاج يوسف، الولاية الخرطوم. النسبة 95.9. 80 مشترك. عزيزة الصادق جبريل حمد. المدرسة القبس الخاصة بنات، الولاية الخرطوم. النسبة 95.9. 80 مشترك. نعيمة البصري المدني عبد القادر. المدرسة الخرطوم الحكومية بنات، الولاية الخرطوم. النسبة 95.9. 80 مشترك. مهاد أحمد حسن الهادي. المدرسة الخرطوم الحكومية بنات، النسبة 95.9. خليل يواصل. 80 مشترك. زينب أحمد السيد محمد عثمان. المدرسة معلمين البقعة الحكومية بنات أم درمان، الولاية الخرطوم. النسبة 95.9. 80 مشترك. عناب عاصم الرشيد التوم. مدرسة المنارة الجديدة الخاصة بنات الخرطوم، الولاية الخرطوم. النسبة 95.9. 80 مشترك. أسيل الطاهر ساتي عبد الغني. مدرسة المنارة الجديدة الخاصة بنات الخرطوم، الولاية الخرطوم. النسبة 95.9. 80 مشترك. نون صخر بابكر حسن. مدرسة المنارة الجديدة الخرطوم، المنارة الجديدة الخاصة بنات الخرطوم، الولاية الخرطوم. النسبة 95.9. 80 مشترك. شيماء عبد الحافظ ميرغني سعيد. مدرسة المنارة الجديدة الخاصة بنات الخرطوم،
الولاية الخرطوم، النسبة 95.9. 97 مشترك، إيمان هشام محمد ودع الله، مدرسة المنارة الجديدة الخاصة بنات الخرطوم، الولاية الخرطوم، النسبة 95.7. 97 مشترك، تسابيح أبو بكر علي يونس، مدرسة المنارة الجديدة الخاصة بنات الخرطوم، الولاية الخرطوم، النسبة 95.7. 97 مشترك، آلاء أبو سفيان يونس إسماعيل، مدرسة المنارة الجديدة الخاصة بنات الخرطوم، الولاية الخرطوم، 95.7. 97 مشترك، محمد إسماعيل الحاج سعيد، مدرسة بشير محمد سعيد بنين، الولاية الخرطوم، 95.7 نسبته. 97 مشترك، هند بشير محمد بشير، مدرسة الخرطوم الحكومية بنات، الولاية الخرطوم، النسبة 95.7. 97 مشترك، آن بشير حسن إسماعيل، مدرسة الأستاذة نور الخاصة بنات، الولاية الخرطوم، النسبة 95.7. 97 مشترك، مريم عاطف عبد الجليل عبد الجبار، مدرسة المعالي الخاصة بنات الخرطوم، النسبة 95.7. 97 مشترك، آية حسن صديق عثمان، مدرسة الرباط الحديثة الخاصة بنات شرق النيل، الولاية الخرطوم، النسبة 95.7. 97 مشترك، هدى عيسى عبد الرحمن محمد، مدرسة أبو ذر الكودة الخاصة بنات، الولاية الخرطوم، النسبة 95.7. 97 مشترك، عبد الله ياسر علي محمود، مدرسة المنارة الجديدة الخاصة بنين الخرطوم، الولاية الخرطوم، النسبة 95.7. 97 مشترك، تاج الأصفياء عبد الله الزين الطيب، مدرسة الأندلس الخاصة المشتركة كوستي، الولاية النيل الأبيض، النسبة 95.7. 97 مشترك، أحمد هجو أحمد إبراهيم، مدرسة الفتح الخاصة بنين، الولاية الخرطوم، النسبة 95.7. 97 مشترك، حلا عثمان محمد ضفع الله، مدرسة البقعة الحكومية بنات أم درمان، الولاية الخرطوم، النسبة 95.7. 97 مشترك، عبير عوض محمود عبد الله، المدرسة أم الطيور بنات، الولاية نهر النيل، النسبة 95.7. 97 مشترك، رغدة أزهري مساعد عبد الله، المدرسة البقعة الحكومية بنات أم درمان، الولاية الخرطوم، النسبة 95.7. 97 مشترك، أحمد خالد سيد أحمد عبد الرحمن، المدرسة الرائدة الخاصة بنين الحاج يوسف، الولاية الخرطوم، النسبة 95.7. 97 مشترك، أسيل عامر عبد الله حمزة، المدرسة كرري الحكومية بنات، الولاية الخرطوم، النسبة 95.7. 97 مشترك، ريل بدر الدين الشيخ السيد، المدرسة كرري الحكومية بنات، الولاية الخرطوم، النسبة 95.7. 97 مشترك، رهف عصام أحمد فقيري، المدرسة كرري الحكومية بنات، الولاية الخرطوم، النسبة 95.7. 97 مشترك، أمل أحمد خلف الله أحمد، المدرسة ود العباس بنات، النسبة 95.7.
نواصل معكم مشاهدينا في كل مكان عبر قنوات السودان التعليمية الفضائية، وهي إضافة حقيقية للتعليم الإلكتروني والرقمي. ننتقل الآن مباشرة إلى القسم الأكاديمي والطلاب الأوائل في الولايات، ونبدأ من ولاية الخرطوم والزميل محمد نور الساري. الثلاثة الأوائل في ولاية الخرطوم: أمنية محمد موسى إبراهيم، مدرسة الفتح الخاصة بنات الخرطوم، النسبة 98%. الثاني: براءة إسماعيل محمد أحمد، مدرسة كرر الحكومية بنات، النسبة 97.9. الثالث: أحمد صهيب إبراهيم بلة، مدرسة أبو ذر الكود الخاصة بنين، نسبة النجاح 97.7. ولاية الجزيرة الثلاث الأوائل: الأول مشترك علا محمد نصر الدين محمد، مدرسة مدن النموذجية بنات، النسبة 97.4. الأول مشترك عزة عبد الباقي نور الدايم محمد، مدرسة الزمالك الخاصة بنات مدني، نسبة النجاح 97.4. الثالث فاطمة كرار السر كرار، مدرسة المهندس الخاصة المشتركة المعيلق، نسبة النجاح 97.3. ولاية سنار الثلاثة الأوائل: الأول أمل أحمد خلف الله أحمد، مدرسة ود العباس بنات، النسبة 95.7. الثاني ازدهار عوض عبد الرحمن محمد، مدرسة سكر سنار المشتركة، نسبة النجاح 94.6. الثالث محمد النذير التهامي حسن الشيخ، مدرسة عبد السلام محمد بشير الخاصة كركوج، نسبة النجاح 94.3. ولاية النيل الأزرق الثلاث الأوائل: الأول محمد عاصم عوض الشيخ، مدرسة الشروق الخاصة بنين الدمازين، نسبة النجاح 96.3. الثاني ريم صلاح الماحي أحمد، مدرسة الواح الخاصة بنات الدمازين، نسبة النجاح 95.1. الثالث سلوى نصر الدين بحر إيبة، مدرسة الشروق الخاصة بنات الدمازين، نسبة النجاح 92.9. نواصل في أوائل الولايات مع الزميل أبهضة. ولاية النيل الأبيض: الأول مسامح النور بلة حسين، المدرسة النيل الأبيض الخاصة المشتركة الدويم، 95.9. الثاني تاج الأصفياء عبد الله الزين الطيب، المدرسة الأندلس الخاصة المشتركة كوستي، 95.7. الثالث مشترك مجتبى الباقر محمد علي، مدرسة الأندلس الخاصة المشتركة كوستي، 95.3. الثالث مشترك شذا محمد صالح النور، مدرسة الأندلس الخاصة المشتركة كوستي، 95.3. ولاية نهر النيل: الأول عثمان عبد العظيم محمد محمد أحمد، مدرسة الكردة المشتركة 96.9. الكردة عفوا المشتركة 96.9. الثاني لينا محمد صديق حسن، مدرسة الشيخ حمد بنات عطبرة 96.4. الثالث عبير عوض محمود عبد الله أم الطيور بنات 95.7. الولاية الشمالية: الأول هبة حسن ميرغني عبد الله، مدرسة المتفوقات بنات دنقلة 95.6. الثاني منى صلاح شريف عبد الله، مدرسة المتفوقات بنات دنقلة
95.4. الثالث لينا بخيت علي سعيد، مدرسة المتفوقات بنات دونغولا، 95.1. ولاية البحر الأحمر، الأول إسراء فضل الصيد أحمد محمد، مدرسة المجلس الأفريقي الخاص بنات بور سودان، 97.3. الثاني مهاد عماد محمد أحمد علي، مدرسة الجزيرة الخاصة بنات بور سودان، 95.4. الثالث مشترك نازق حامد عثمان همت، المدرسة بور سودان النموذجية بنات، نسبة 94.7. الثالث مشترك أيمن على الدين عمر علي، المدرسة محمد السيد البربري النموذجية بنين، 94.7. ولاية كسلة، الأول صباح هيثم مبارك الماحي، مدرسة المدار الخاصة بنات كسلة، 96.1. الثاني منيرة إسماعيل علي خليفة، المدرسة عبد الودود الخاصة بنات كسلة، 95.6. الثالث رقية شاكر عبد خليل، مدرسة شكيت بنات، 95.4. الزميلة سارة مهدي تواصل الثلاثة من الولايات. شكرا. ولاية القضارف، الأول عبير عبد الباقي الصديق يوسف، المدرسة القضارف النموذجية بنات، النسبة 96%. الثاني النيل الأمين الطيب النيل، المدرسة معلمين الشمالية بنين النيل. نعم أنا سألت قبل قليل هل هو النيل ولا النيل ولا النيل. نعم إذن ألف مبروك للنيل الأمين الطيب النيل، المدرسة معلمين الشمالية بنين، النسبة 95.6. الثالث أحمد إسماعيل إبراهيم أحمد، المدرسة القضارف النموذجية بنين، النسبة 95.4. ولاية شمال كردفان، الأول مأوى بشرى رابح حامد، المدرسة النجاح الخاصة بنات الأبيض، النسبة 97.3. الثاني عبد الوهاب قاسم عبد الودود محمود، المدرسة النجاح الخاصة بنين الأبيض، النسبة 95.6. الثالث مداد الطاهر محمد الضيف، المدرسة النجاح الخاصة بنات الأبيض، النسبة 95. ولاية غرب كردفان، الأول رغدة لازم معشي لازم، المدرسة كردفان الخاصة بنات النهود، النسبة 92%. الثاني محمد آدم بشير آدم، المدرسة محمد ابن عبيد آل مكتوم النموذجية بنين، النسبة 91%. الثالث محمد حامد ماهي العلي، المدرسة محمد ابن عبيد آل مكتوم النموذجية بنين، النسبة 89.9. ولاية جنوب كردفان، الأول مآب عبد الرحيم إبراهيم الدود، المدرسة البلسم الخاصة بنات، النسبة 89.9. الثاني أحمد الضاكر الأمين الضاكر، المدرسة مفلح الخاصة بنين كادوغلي،
النسبة 89. الثالث ملاذ محمد كوكو جنبيل، المدرسة الدلنج النموذجية بنات، النسبة 88.9، ولاية شمال دارفور. الأول عمار ياسر حامد، المدرسة الفردوس الخاصة بنين الفاشر، النسبة 95.6. الثاني عزام آدم عبد الله بشارة، المدرسة الوسام الخاصة بنين الفاشر، النسبة 95.4. الثالث معاني معاوية محمد آدم، المدرسة الوسام الخاصة بنات الفاشر 94%. قنوات السودان التعليمية من أجل استمرار التعليم تحت أي ظرف. يواصل معكم الزميل خليل عبد الباسط أوائل الولايات. ألف مبروك. ننتقل إلى أوائل ولاية شرق دارفور. الأول داليا صلاح أحمد البشير، المدرسة ابن سيناء الخاصة بنات الضعيل، النسبة 94.4. الثاني حماد طريح محمد طريح، المدرسة الآفاق الخاصة بنين الضعين، النسبة 94.1. الثالث محمد عصام الدين محمد حمد النيل، المدرسة الآفاق الخاصة بنين الضعين، النسبة 92%. ولاية غرب دارفور. الأول نصر الدين عزة إسحاق إبراهيم، المدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنين الجنينة، النسبة 91.4. الثاني رانيا حسين الغالي حارن، المدرسة النجاح الخاصة بنات، النسبة 90.1. الثالث ياسر النظيف هارون مدردم، المدرسة محي الدين الخاصة بنين الجنينة، النسبة 88.9. ولاية وسط دارفور. الأول محمد آدم أبكر محمد، المدرسة زالنجي النموذجية بنين، النسبة 92%. الثاني عبد الواحد سعيد إمام الحاج، المدرسة زالنجي النموذجية بنين، النسبة 91.4. الثالث عبد الرحمن محمد عبد الرحمن إبراهيم، المدرسة أزوم الخاصة بنين زالنجي، النسبة 89.1. أوائل ولاية جنوب دارفور. الأول بشير محمد هارون محمد، المدرسة الخرطوم بالليل الخاصة بنين نيالة، النسبة 94.4. الثاني إسماعيل الحسن إسماعيل آدم، المدرسة جنوب دارفور النموذجية بنين، النسبة 94.3. الثالث أساور أحمد سيف الدين عبد الرحمن، المدرسة أكاديمية الرؤية الدولية بنات نيالة، النسبة 94.1. أوائل المدارس السودانية بالخارج. الأول عبد الرحمن خلف الله الأمين خلف الله، المدرسة السفارة السودانية بنين الرياض، النسبة 97%. الثاني دعاء معاوية أحمد حمزة، المدرسة السفارة السودانية بنات الرياض، النسبة 95.4. الثالث إياد عمر مصطفى محمد، السفارة السودانية بنين الرياض، النسبة 95.3. ألف مليون مبروك لكل الناجحين والناجحات في امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام 2022 للميلاد. قنوات السودان التعليمية الفضائية وعلى الهواء مباشرة ننقل لكم عبرها هذا المؤتمر الصحفي لإعلان الشهادة السودانية، وهي مكسب للمعلم والتلميذ والطالب وأولياء الأمور للمتابعة
والمراجعة. الآن أنتقل مباشرة بالمايكروفون لسعادة وزير التربية والتعليم الاتحادي الأستاذ محمود سر الختم محمد الحوري لتلاوة بعض قرارات لجنة امتحانات السودان المتعلقة بإجازة نتيجة امتحان الشهادة الثانوية للعام 2022، إلى جانب تفويض إدارة امتحانات السودان في إجراء امتحانات الشهادة الثانوية السودانية للعام 2023، وأيضا تحديد موعد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2023، إلى جانب تنبيهات متعلقة باستخراج الشهادة للطلاب الممتحنين عقب إعلان النتيجة. إليك سعادة الوزير. شكرا جزيلا أستاذ خليل. اجتمعت صباح اليوم لجنة امتحانات السودان في بمباني وزارة التربية والتعليم، وأجازت نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية التي تمت تلاوتها قبل قليل، وفوضت إدارة امتحانات السودان في إجراء امتحان الشهادة الثانوية للعام 2023، وحدد امتحان الشهادة الثانوية للعام 2023 بإذن الله يوم السبت الموافق 27/5/2023. امتحان الشهادة الثانوية للعام 2023 سيكون بإذن الله السبت الموافق 27/5، علما بأن المدارس سوف تفتح في الثاني من أكتوبر الأحد القادم بإذن الله. بالنسبة لاستخراج شهادات الطلاب، منذ العام 2015 درجت امتحانات السودان إدارة امتحانات السودان أن ترسل كل شهادات الطلاب إلى المدارس، أي أن الطلاب سوف يستلمون شهاداتهم من المدارس بعد 21 يوم من الأحد القادم، أي يوم 23/10 بإذن الله. يعني الطلاب الطلبة والطالبات ما يدعبوا ويجوا لحد الوزارة، شهادتهم حتوصلهم لحد عندهم في وزارتهم. الزول اللي حتوصلوا شهادته الزول الرقم الوطني مكتوب صحيح وما كان فيه أي مشكلة، وشهادته بتطلع مباشرة، لأنه نحن من العام 2015 بقينا مربوطين مع السجل المدني مباشرة، حتى يمكن تكونوا شفتوا الصور بتاعين الأوائل دي مأخوذة من السجل المدني لما حين استخراجهم للأرقام الوطنية الخاصة بهم. عشان كده ممكن تشوفون شكلهم يكون كانوا شنو صغار، فنحن الصور بنستجلبها من إدارة السجل المدني، نحن مربوطين شبكيا مع السجل المدني، والشهادة بناخذ الصورة من السجل المدني. إذا ناس المدرسة كاتبين الرقم الوطني للطالب صحيح، مباشرة شهادته بتطلع وما حيكون عنده مشكلة. لو لاحظتوا فيه كان كم زهرة، الكم زهرة دي معناها دي غلطة من المعلمين هناك في الإدارة المعنية، ما كتبوا الرقم الوطني صحيح. عشان كده بنتمنى من إدارة التعليم لما نجي يستلموا الكشوفات بتاعت الطلاب عند التسجيل بيجيهم في شكل فلاش، لازم يراجعوا إنه كل الطلاب ديل عندهم أرقام وطنية والأرقام الوطنية صحيحة، عشان نضمن نسلم لكل طالب شهادته في مدرسته دون عناء له ودون عناء لأسرته. إن شاء الله في خلال 21 يوم من يوم 22/10 بإذن الله الشهادات تكون وصلت المدارس. الزول داير يطلع شهادة طالع برا السودان داير باللغة الإنجليزية، استلم اللغة العربية من المدرسة ويجينا بعد ذاك في إدارة الامتحانات عشان نحن شنو نطلع عليه شنو شهادته. الشيء اللي بنتمناه، لاحظنا يا جماعة أسي نسبة النجاح زادت من السنة الفاتت من 63، الدرجة دي بقت 68.4. الناس عند التقديم للجامعات تخلي بالك أخونا الأستاذ علي الشيخ، الناس الجايبين أكثر من 90، العدد بتاعهم زاد. الناس تخلي بالها بعدين في التقديم، تتابع ناس القبول في النشرات اللي بيطلعوها عشان الأسرة تقدر تقدم صحيح لأبناء عشان يقدروا يخشوا الكليات اللي هم بيرغبوها وتكون بصورة طيبة. بنشكر حقيقة كل من ساهم في إنجاح إنه الامتحان بتاع الشهادة الثانوية هذا العام يقوم. ذكرنا الجهاد قبل، لكن نقول لهم تاني شكرا وتاني شكرا، وشكرا لكل الشعب السوداني ولكل الأسر الوقفت معانا، وقفت حقيقة معانا كل الأسر والله اتضامنت ووقفت معانا، وقفت مع أولادها والممتحنين والما ممتحنين. كان بتلقى زول طالب في شارع بيوصلوا لحد الامتحان وبيدعوا له، مش بيوصلوا ساي وبيدوا كمان دعوة. الشعب السوداني شعب طيب، شعب مسالم،
نتمنى الروح الحلوة المشهد بها امتحانات الشهادة دي تسود في كل السودان، مهما اختلاف الناس وتباين، لكن نتوحد. ده بلدنا، ده بلدنا السودان، نخطه في حدقات عيوننا عشان نمشي بيه لقدام، عشان نمشي بيه بصورة أمثل، نبقى في مصاف الدول، نمشي لقدام، نمشي لقدام بإذن الله. بنمشي كيف؟ بتكاتفنا كلنا مع بعض. وشكري الكثير لأخونا دكتور علي الشيخ وأخوتنا عايدة وضحت الله مدير المكتب التنفيذي، السلمون الغاعة الجميلة دي أن إحنا كل سنويا بيستضيفونا وبنجي نعمل فيها مؤتمرنا وبنفرح الناس من خلالها. بنتمنى دائما الناس تكون فرحانة والسودان يكون فوق بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. واليوم فعلا فرحة كبرى، لم تكن فرحتنا فقط في النجاح، ولكن فرحتنا أيضا في القيم التي بذلها الشعب السوداني وقدم الكثير لأبنائه. نشكركم حضورنا الكرام، والتحية والتهنئة لكل الطلاب الناجحين في هذه الشهادة السودانية للعام 2022. شكرا جزيلا، والتهنئة الحارة لكل الناجحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.